السلام عليكم. وعليكم السلام يا عمي، يا ميت هلا يا ميت هلا. الله يفبحك بأنوار النبي جميعا يا يسعد رب. هالصباح، طمني على الرصيف يا عمي. والله الرصيف ما شاء الله عليهم، يعني كانت شغلتنا ابو 30 35 متر. اها والله ما شاء الله عليهم، سحبوه كله يمكن حوالي 50 60 متر. ممتاز والله، خلعوا قاموا الطمام والامور كويسه وكل شيء تمام. حلو الحمد بس لله. بينه مع الشتاء ايتي عشان مي كتير، يمكن يستنوا عليه يوم يومين ينشف اعتقد ويرجعوا يبلطوا ان شاء الله وكل شيء تمام. والله يعني مشوا بالاجراءات، ضايل التبليط؟ لا لا تمام، ضل التبليط والله ما شاء الله. اسمع يا اقول لك، قولي احنا في عنا مثل بقول لك ما بيجيب الرطل الرطلين، لولا الاذاعه تعبكم الضغط كان يمكن تاخروا علينا كثير. ها لا الحمد لله، انا مشيت الامور وزبطوا الشارع واخذوا اكثر. يعني بديش مره ثانيه تحكي تقول لي حدا وقع، خلصنا. لا وقعنا كثير ناس. اسمع يعني اثبت الجاي البيع الله لا يرد ويفتح شو عمله يعني. البلاط عملنا والرصيف عملنا، خلصنا اللي علينا. ايوه 100%. طب الحمد لله، يعني الحمد لله انه انحلت المشكله وان شاء الله والله كل شيء تمام. بعدين اقول لك شغله، بدنا نشكر يعني صراحه اللي تواصلوا معك واجوا عندك. والله كل الاحترام لركال مدير المنطقه وما شاء الله عليه، يعني اجانا على الدار واجوا المهندسين يعني ما قصروا. حلو، ايش بدك بالاضافه لهيك معلش اسمحي لي بملاحظه صغيره. احكي. انا بالنسبة الي يعني انا والله جد بنصح كل مواطن انه اي شغلة عنده اي ملاحظة انه يتصل على الراديو تبعتكم الصحيح، لانكم تابعين تمام التمام. والله هذا واجبنا يعني يا عمي، والله كل الاحترام، وانا فعلا والله بشكركم من قلبي من قلبي من قلبي. الله يسعد قلبك. تمام والحمد لله رب العالمين، والله يديمكم جميعا للوطن ولخدمة المواطن في ظل جلالة سيدنا. الله ربي يبارك في عمره ويطول في عمره يا رب، يخليه سند لجميع العالم كله يا رب. الله يسعدك ويخليك. بس مش خلص الرصيف، انحلت المشكله، تبطل تسمعنا وتشارك معنا؟ لا لا انا بنبقى نصبح هيك، بنبقى نحكي بقطع كوش تخافيش، بقطع كوش ما بقطعك ان شاء الله. الله يسعدك يا عمي، دائما اخبار الله يعطيك العافيه وبارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام.